بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حكمنا لكم المعلم والتلميذ ولا كيف؟ لكن يبدا التلميذ ومن بعد يشوفوا المعلم. اول حاجه ربي يعطيه صحته. امين يا رب. وربي يطول عمره. امين يا رب. هذا من بين الاساتذه والشيوخ اللي قرانا في بدايه الاستقلال نقوم الدروس الخصوصيه، وكان انه ديرنا في عينيه. وين نقراو؟ نقراو في حمام الصحراوي لتحت، حمام والفوق راه ليكول قريب يقولوا الغرفه. ويا ويح اللي ما يقراش. نشفى احنا كان يقرينا الوقت والزمن، الوقت والزمن تملى بركه حنفيه بركه وما الى ذلك. هذه يعني نشفى لها البركه على النور. هذا وش اسمك كامل؟ ضيف النور. ضيف منور. وش قصدك مع التعليم؟ انا من الراعي الاول اللي راه خد مساعده المعهد الاسلامي بالمساعده. وش من عام؟ 64 65. اها. اي. نعم كنت ذاك الوقت. مجموعه كبيره. اذكر فيها اللي ماتوا وفيها محيين. دير بوطبيك، دير بوسمية عبد الرحمن. فيها عبد الله بوطبيك، فيها زرواق خميسي، فيها زرواق عبد الرحمن، فيها بشير ساعد، فيها بشير الشريف. مجموعه كبيره. مجموعه كبيره. كنا نقراو في هذاك الوقت. انا كنت ممتاز في الرياضيات. كنت يعني في الرياضيات ما شاء الله. واعين هذا اللي يعرف الرياضيات. كنت في الرياضيات كنت ندير دروس خصوصيه مجانا. مجانا. لصحابي في مساعده. هذو كي جينا في العطلة طلبوا مني باش نقريهم الرياضيات. بدات المسيرة تاعي في الرياضيات. وين علمك الرياضيات تاعك؟ كاين أستاذ إذا حي ربي يرزقه وإذا مات ربي يرحمه، فلسطيني. يقول له محمد فلسطيني هو اللي علمني الرياضيات. وين؟ هنا في المسيرة؟ لا في مسعد. في مسعد. في مسعد. أها. يعني هذاك هذه القواعد الاساسيه تاع الرياضيات. هو اللي حبك في الماده هذه. هو اللي حبني في الماده. إيه. والماده هذه. ومن العائله تاعكم كاينين بلعوا في الرياضيات ولا غير انت؟ كيفاش؟ لا انا هذا الفلسطيني هذا كنت نروح ليه للدار. كان يعامل فيا كما بني. تحيه الناس فلسطين. تحيه. فهمت؟ وحنا نحبوا الفلسطينيين من الصغر. من الصغر بلا ما نعرفوا التاريخ عليهم. كنا نحبوهم. لان الفلسطينيين يحبونا وينصحونا وخريونا يعني من قلوبهم مش من الله يبارك. حتى المصريين ثاني ما شاء الله. زيد كمل. من بعد؟ من بعد وين قريت؟ قريت في مساعدة برك. اما القران قريت في زاوية بيت بربيعي. وين قريت زاوية بيت بربيعي؟ تابعة للبرج بوعريريج. اي ما طريق البرج. وقريت في عند الشيوخ. هذه اللي في العش هذيك. ايوا. زيد في العش. زيد. واش نزيد؟ بعد ما قريت هذا إذا الحمام. إذا رحت للتربية. قعدت نقري التربية لمدة 14 سنة. أنت مدرس؟ وأنا مدرس. ثم مدير مدرسة. كم مدرس؟ من قريت؟ قريت في سلمان. الغربية يقولوا لها. قريت في المزاير، قريت في ولاد قسمية، قريت في العرايب، قريت في سلمان الشرقية. ثم بكرة قريتهم. ايه قريتهم تما. هذيك المدرسة نتاع العرايب هذيك اللي دشنت. الله يبارك. أول معلم تما، معلم ومذيع. ما شاء الله. ومن بعد رحت المعضيد مجعونة. بعد من المعضيد رحت ولاد منصور. ايه. وولاد منصور كانت النهاية تاع درت الاستقالة. ثم وكان تقدم روحك في الانتخابات تجيب هذا. جبت عهدتي في المعهد في المجلس الشعبي الولايي. الله يبارك. انا كناها غير بالزبط. كنت نايب. كنت نايب عند مع ربي يرحمه معمري القاسم. واش من عام؟ 2007. 2007 حتى زوج عهدات على قبل بعض. وراهم. ايه. 2012 و. ايه. 2017. الله يبارك. في التعليم. بعد ما جيت مدير في المؤسسة ولا؟ لا مدير في المدرسة اللي نقري فيه. وين المدرسة؟ مدرسة ولاد الحارس.
مدرسة سواد البالي ومدرسة العرايب. ثم ولاد منصور ومن بعد رحت لا من العرايب رحت المعاضيد ومن المعاضيد رحت ولاد منصور. ولاد البالي ولاد البالي ومن بعد ولاد النحاس ولاد بن يونس الهاشمي. أيوه قلت من ثم درت الاستقالة تاعي ورحت القطاع الخاص. واش درت؟ رحت القطاع الخاص. واش درت؟ دار مقاولة ومن بعد درت نقل المسافرين. شركة في نقل المسافرين كانت مقاولة تاع نقل. وسميتها؟ شركة الإخوة ضيف لنقل المسافرين. الله يبارك معروفة هذه. بعد النقل واش درت؟ بعد النقل رحت للسياسة. من السياسة وكان لي انتقال. ما يقلب سياسة لا فهمت. خلاص كاش من يلقى واحد كاش اللي يقول له لا وين يحل يدي كاش من يلقى واحد فيه الخير دعمه العامل يعود فيه الخير ان شاء الله يا ربي حب تلقى فيه الخير ان شاء الله. ربي يحفظك. اي بارك الله فيك. هذا راه اخ الاصغر الخميسي. خميسي بارك الله فيك. هذوك ما يفترقوش. احكي لي على جدي احمد ربي يرحمه. هذا جدك ربي يرحمه كان ينحر دم في المقايض وكان يطرق لما سول لنقاص وكان ينحر دروس. انا شكري كان بارع ولا يا بوتي ما شاء الله. انا درسها رحت ثلاثه ولا اربعه ما قدروش ينحوها. جات ما على درس تاقل لحقت ليه هو الاخرى لحقت ليه هو ربي يرحمه قال لي وراه اللي توجع فيه مساء بكله. قلت له هذه دارني ما بين الابخاض نتاعو يا ودي جبت لي معاه حنكي كامل حكمك فطلق كيما انا راني حكمتك به وراني حكمك ونحاها والله نحاها نحاها معها نقرا تاع الحب. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ربي يرحمه هذاك ربي يرحمه هذاك ربي يرحمه. في العلبوب كاينين ناس معروفين بكثريتهم ولا غير سي بسط محمد؟ كاين دوغا او دير المهنة تاع الأحذية. إيه هذاك هذاك قرا عندي. هذاك قرا عندي. وزيد. نعم. قراني أنا بدقة محمد. وقرا ضباب الداودي. كان مدير تاع لونطر ملاك تاع الشركة تاع برا عبد الحميد وخاوته إبراهيم والزحي. قرا يحيى. ولاد بالقاسم. ايه. بالقاسم تاع طريق بوسعاده. ايه. والذره هذيك تاع طريق بوسعاده هذيك كل قراها في حمام بن صحراء. والاغلبيه والحرش بارك الله والاغلبيه وكل نجحت من بينهم انا في السيزيام. قالوا لي ما غاديش بالله. قلت لهم نقول لكم واحد حاجه ايه انا قريت عبد الضيف منور ورابح رابح وفعلا ربحت. مرتفعة واللقاء كان بسبته هذا السيد هذا خياط عندي سمنة أنا نحوس عليه دير إشهار 20 سنة في المهنة. الله يبارك. أنا ذوق مع ترقيع الملابس تاع الناس الزوالة وناس المرفه وناس الكل. الله يبارك. اللي عنده يخدم واللي ما عندوش يخدم والدليل هنا أنا دايرين الأيتام الفقراء. الله يبارك. اللي عود موش اللي عود موش لاحق ما عندوش يجي أهلا وسهلا فيه. الله يبارك. شوف يعني كيفاه فيها خير. ضيف الله يبارك.